السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من اي واحد تفضل الفيديو هذا يبارطاجيه. كندير واحد المبادره من سنه لسنه كنجمعوا فيها الملابس المستعمله للناس الفقراء والناس اللي ديال الجبال، لان في المدينه كو عارفين كاع اللي في المدينه يقدر يربي انه يدبر على راسو الاخر، ولكن الناس ديال الجبال وهاد البرابر هادو مساكين اللي كيكونوا في الاخر، ولا الرحال كيكونوا في خارج المدينه. نتمنى اللي عنده شي كسوه في الدار كانت ديال دي الصغار ولا ديال النساء ولا ديال الرجال ولا اي حاجه شاطت عليك، ماشي حتى شاطت عليك، هذه الكلمه ديال شاطت عليك ما خصهاش تكون حاجه ما كتلبسهاش، صبنها وطويها ولا اخر وديرها في واحد الصاف ولا في شي حاجه واتصل بينا نجيو نديوها. الله يتقبل من الجميع. وواحد الميساج عاوتاني، كاين ناس كيجيبوا الكسوه، يعني كيساهموا بالكسوه بصح كاين ما كيساهموش بها انها نقيه، كيجيبوها موسخه. يعني هنا احنا ماشي غادي يقدر يقراو الميساج عوجا كعرف البشر ديالنا، ما فيها باس انك صبن ديك الكسوه، علاش تجيبها موسخه وتعطيها لواحد اللي فهمتي؟ يقدر احنا غادي نجيبو نتريو الكسوه تهرب لنا شي حاجه فيها موسخه ولا خصنا لا والو، صبنها وحددها كاع ما تحددهاش، غير صبنها وطويها ونجيو نديوها حنايا، نتصلو به نجيو نديوها. حتى ملي غنعطيو خصنا نعطيو احسن حاجه عندنا هي الاولى، ملي تصدق بشي حاجه تصدق بشي حاجه اللي انا عزيزه عليك واحسن حاجه. وخصنا عاوتاني واحد 100 شاشيه و100 ليغويا و100 تقشيره. التقشيره كدير واقيلا غير شي 5 دراهم، ليغويا توقيلا يقدروا يديروا 10 دراهم، شي واحد كيديروا حتى 20 درهم ياك، شحال كيديروا؟ 30 25 25 ولا المهم كل واحد اللي قد يساهم بشي حاجه من هاد الحوايج، تقشيره ولا شاشيه ولا اي حاجه الله يتقبل منهم. وهاد المبادره هذه كنديروها سنويه من العام للعام، كنديروها رفقه واحد المجموعه ديال الشباب فرقه في الغمان اللي عندهم جروب جمعيه في الغمان، كنشتغل معاهم. وقبل كنا نشتغلوا مع ناس اخرين، ولكن لقيت المنطقه الاكثر ضرر هما ديك المناطق هذه ديال الرحال ديال البرابر وبنيش بالعوتانيك وفي جوه ديال المهم المناطق الجبليه. ونتمنى ان شاء الله انه اللي شاف لا فيديو يبارطاجيه حتى الجاليه عاوتاني، اللي عنده شي كسوه ليها مثلا يصيفطها، كان قد انه يخلص عليها ويصيفطها صاك. نشكروا واحد الصديق ديالنا من بلجيكا، صيفط لي 6 السيكون هما عندي في الدار من بلجيكا، فيهم حويجات تبارك الله نقيين وزوينين، فيهم خلطين ديال ولادو والزوجه ديالو والعائله ديالو كلش الله يتقبل منه، يعني داك الشيء نقي بزاف. حتى اللي بغى يساهم من الجاليه مثلا فيما كان بغى يحطو في تاوليت، كاين الكران كيجيو تاوليت، كاين كيجيو بركان، كاين كيجيو الوجده، كاين كيجيو الناظور، معليش ماشي مشكل فيهم نجيبهم. نتمنى ان شاء الله تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، والسلام عليكم. واقل حاجه ما قدرت تساهم بهاد الحويجات هادو ساهم بالبارطاج الفيديو يوصل للناس اخرين، والنمره ديال التليفون هي تما. انت كي تجمع الحوايج اتصل بينا نجيو نديهم حنا من الدار كاع. والسلام عليكم.